عشان نتكلم اكتر عن الموضوع معانا استاذ حاتم رضا الناقد الرياضي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ احمد، حضرتك حياتي ليك ولحياتي كل الكونس الزمالك وكل مشاهدين برنامج المحترف. اهلا بيك اكتر، وعايز اعرف من حضرتك كواليس بقى الخطاب اللي بعته اتحاد الكرة للكاف بتأجيل اللقاء من يوم 15 25 ليوم 30. والله يا استاذ احمد، حضرتك عارف انه في خطأ من الكاف طبعا في تحديد موعد الغياب لمباراة الزمالك وإليك تشادي. حضرتك عارف طبعا انه ما ينفعش ان الكاف يحط مواعيد للمباريات الافريقيه اثناء توقف الدوله او الاجنده الدوليه، خاصه ان منتخب مصر حاليا عنده توقف دولي وعنده اجنده دوليه معسكر هيخوض خلاله ماتشين وديين يوم 23 و27 سبتمبر ان شاء الله مع النيجر وليبيريا. وبالتالي كان في خطا من الكاف ان هو يحط مباراه وقت الاياب بين الزمالك وإليكت يوم 25. اتحاد الكره اتحرك على الفور يعني، وحاول ان هو يلاقي حل لهذه المشكله، وبالتالي تم ارسال خطاب منذ ايام الى الكاف عشان يعدل الميعاد، ونفس الكلام برضه لفريق تشادي عشان يعدل مباراه العوده بحيث تقام يوم 30 سبتمبر بدلا من يوم 25. وحتى يعني رغم ان زي ما بقول لك الخطا عند الكاف، لكن اتحاد الكره عرض انه يتحمل تكلفة الإقامة بتاعة الفريق التشادي، وحتى كمان جزء من تذاكر السفر يعني عشان الأمور يعني تبقى بالنسبة له واضحة شوية أو سهلة شوية، لكن حتى قال لم يتم البت في هذا الأمر، ويعني تحسبا لإمكانية الرفض أو عدم القبول أو حتى ما فيش موقف واضح، كان في تنسيق في الاختيارات بين الجهاز الفني منتخب مصر ونادي الزمالك بخصوص اللعيبه الدوليه اللي تم اختيارها للمعسكر الحالي، وتم الاستعانه باربع لاعبين من نادي الزمالك اللي هم برضو يعني في ضوء برضو نتيجه الذهاب اللي هي لحد ما ان شاء الله تكون في صالح نادي الزمالك اكتر وتسهل عليهم مباراه العوده ان شاء الله. يعني عشان نوضح للجماهير، اللعيبه دي بالتنسيق مع فريرا ومع فيتوريا، يعني في تنسيق بينهم، في تواصل كامل بين فيتوريا وبين فريرا في الاختيارات، وبالتالي تم الاتفاق بضم الرباعي اللي تم الاستعانه بيه، وحتى يعني بعض الاسامي زي كابتن محمد عواد طبعا هو حارس كبير وحارس محترم واضافه لاي فريق واضافه لمنتخب مصر، لكن ارتقى مستر فيتوريا انه نادي الزمالك عنده مباراه عوده، انت عارف مركز حارس المرمى تحديدا بيكون مركز حساس، وبالتالي من الافضل نادي الزمالك انه يحتفظ بالحارس بتاعه في مباراه العوده، وان كانت يعني بيقول عليها سهل او ان كان، لكن برضه بدل فتره خاصه ان احنا عندنا في المنتخب حاليا ثلاث حراس، وفي نادي الزمالك محمد صبحي وان كان هو لم يقيد في القائمه الافريقيه نادي الزمالك، فبالتالي مش من حقه ان هو يشارك يعني اذا تم استعانه عواد ونعم ناصر محمد صبحي نادي الزمالك، فيكون مش من حق محمد صبحي انه يشارك مع نادي الزمالك لانه مش مقيد في القائمه الافريقيه نادي الزمالك. كلام محترم جدا، واشكرك استاذ حاتم رضا الناقد الرياضي على التوضيح المهم جدا، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك والمنتخب مصر فيما هو قادم.